اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. تحسين بيلبس وجاي حالا. على راحته. حافظ بيه افندم. انا شايفه انه تحسين بيسهر الايام دي كتير برا البيت، ودي مش عادته. ايه الحكايه بالظبط؟ اطمني يا منى هانم. لا يا حافظ بيه، انا حاسه انه في حاجه، ارجوك تكلمني بصراحه. انا كنت هتصل بيك بالتليفون واسالك. وما اتكلمتيش ليه؟ مش عارفه النمره؟ هاخدها من دفتر تحسين واكلمك. انا جاهز. يلا يا حافظ. عن اذنك. باي يا روحي. باي. اهلا وسهلا منى هانم. ارجوك يا حافظ بتقول على كل حاجه وبصراحه. طب استريح شوي. اتفضلي. لا، امال فين المدام والولاد؟ لقيت مش مناسب ان نتكلم قدامهم في موضوع حساس بالشكل ده. يعني احنا هنا لوحدنا؟ اتفضلي. اهلا وسهلا. هو في الحقيقه انا موقفي حرج جدا، انت عارفه كويس ان تحسين من اعز اصدقائي، وانت كمان عزيز عليا قوي، ومش موافق على انه يخدعك. انا مش فاهم ازاي تحسين يبقى قدامه الجمال ده كله ويبص لواحده غيرك. ميرسي يا حافظ بيه. الا قول لي هي اسمها ايه؟ لا، ما هي مش واحده بالذات يعني. يعني اكتر من واحده؟ يعني مغامرات طياري كده. يعني ايه مغامرات طياري كده؟ واحده واحده يا منى هانم. انت مش عايز تعرفي كل حاجه؟ ارجوك تقول. هقول، بس انت مستعجله قوي. انا مش مستعجله ولا حاجه، بس قول بقى. لحظه واحده. احيانا هو بيطلب مني مفتاح الشقه دي. ها هو المدام؟ ما انا مش متجوز. ها؟ يعني بيطلب مني مفتاح الشقه، وانا بكلمته كتير، قلت له يا تحسين عيب اللي انت بتعمله ده، انت متجوز اجمل واحده في الدنيا، انا لو كنت مكانك كنت عبدت منى عباده. ميرسي قوي يا حافظ بيه، لكن بيجيب الستات هنا؟ تصوري الخاين شكلهم ايه؟ هيكونوا ايه؟ مش معقول يبقوا في جمالك. ميرسي، لكن ما تعرفش بيجيب مين هنا؟ هيجيب مين؟ زبونة من زباين العيادة، واحدة عارفها صدفة. يعني ما تعرفش مين؟ بشرفي، بشرفي هعرف لك اساميهم واحدة واحدة. أرجوك ما تنساش. هاجيلك البيت بنفسي هقولك على كل حاجة. مرسي قوي. لا. عن إذنكم أكلم سيادة الوزير، أطمن بقى. أي علي. علي. ها، ورحت حضرتك قابلت سيادة الوزير؟ لا طبعًا. دي كانت حجة عشان أمشي من الحفلة. سيادتك عارف إن إحنا بنروح حفلات غصبًا عننا. ظروف بتفرضها علينا المسؤوليات. وبعد ما خرجت من الحفله رحت فين؟ انا اسف قوي، رحت مكان ما اقدرش اتكلم عنه. بس نحب نعرف انت كنت فين وقت الحادث. بس دي حياتي الخاصه. مع احترامي الشديد ليك ولحياتك الخاصه، احنا دلوقتي قدام جريمه قتل. ايوه، احنا لازم نعرف انت رحت فين، والا مضطرين نوجه لك تهمه القتل. طيب الفل. الو، مساء الخير يا منى هانم. أنا حافظ. البيت بتاع حضرتك دلوقتي قاعد مع ممثلة معروفة. قولي مين هي أرجوك؟ وفي شقتها كمان؟ طيب أنا هاجي آخر بيت وبيتها. لا لا، بلاش فضايح يا مالي معروف. ما تجيش أنت. أمال أنا وظيفتي إيه؟ أنا اضطريت أجي معاه بس عشان أعرف لي كل أخباره. بعد شوية هستأذن وأجي بنفسي أقول لك كل حاجة عنه بالتفصيل. ما تقلقيش، مع السلامة. شفتوا معاها؟ بيعمل ايه؟ بيبوسها؟ بيحضنها؟ كان بيقولها ايه؟ يعني كان بيقولها انه مش طايق يرجع البيت وعايز يقعد معاها الوش الصبح. الكلب الخاين، والله اللي حوريله. ايه دي يا منى؟ بعد كل اللي عملته عشانه مش طايق البيت وكمان بيخني. طب بس
ما تزعليش نفسك انت بس. تشبع بيه؟ هي فاكره ايه يعني بلا نيله؟ انا مش قادره اصدق ابدا انه كان بيغني مع واحده تانيه. طب بس يا منى بلاليل مش معقول كده. مش معقول. معقول ده كله يحصل منه قليل الادب ده. وبعدين يا منى وبعدين ما تعمليش في نفسك كده. والله العظيم لا انا سايبها له البيت وعايزه ارفعها على دماغه ودماغ ابوه كمان. طب اهدي 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 انت. بس يا روح بس يا حبيبي بس يا حبيبي بس 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 بس. طب استريح شوي استريح. بس وقعدنا لساعة واحدة ونص. يعني أنا ماليش أي علاقة بحكاية سناء كامل دي. بس أرجوكوا الكلام ده بينا وبين بعض بس. أنتوا فاهمين طبعا يا أستاذ حافظ. أنت اعترفت دلوقتي قدامنا بجريمة الزنا. يعني إيه؟ يعني تتفضل معانا عشان نسأل الدكتور تحسين إذا كان يحب يوجه لك تهمة الزنا ولا لأ. تفضل تفضل. بس أرجوكوا نخرج بهدوء. أنتوا عارفين مركزي في الشركة. مفهوم طبعا مفهوم. تفضل. أنسة سامية أنا عندي ميعاد مع السيد الوزير وزير الداخلية.